سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معالي السادة النواب، السادة الوزراء، والسادة قادة منظمات العمل العام المصرية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن التحالف والقطاع بأكمله، أحب أكد لحضراتكم النهاردة ولكل المصريين أن القطاع المدني قطاع حي وقطاع قوي وقطاع مصمم على القيام بكل ما يلزم لتحقيق رسالته، وإحنا ما بنشتغلش لوحدنا. القطاع المدني المصري لما بيتحرك كل يوم وذات أعضاء التحالف، إحنا بنحرك معانا عشرات الألاف من الجمعيات القاعدية المنتشرة في كل مكان على أرض مصر، وملايين من المصريين الذين يزيد دعمهم للقطاع المدني بشكل ملحوظ وكريم عام تلو الآخر، وسواعد يمكن مئات الألاف من الموظفين والمتطوعين اللي بيسخروا حياتهم لإضفاء قيمة في حياة الناس في هذا القطاع. أنا سعيد وفخور أن أنا موجود النهاردة معاكم ومع زملائي بالتحالف، وسعيد وفخور أني أكون بصحبة مجموعة جميلة وكريمة من السادة المستحقين شركائنا اللي ربنا كرمنا بخدمتهم وخدمة البلد معاهم. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وكل سنة وكل حبايبنا المصريين بكل خير وصحة وسلام. سنة 22 كانت سنة فارقة في تاريخ القطاع المدني المصري. أنا فخور بفكرة التحالف، وفخور بالصداقات اللي أنا عملتها في التحالف، وفخور إن إحنا ربنا قدرنا إن إحنا نخدم مع بعض ونثبت إننا نقدر فعلاً نشتغل مع بعض كوحدة واحدة، قلب واحد وعقل واحد وإيد واحد لخدمة بلدنا. والسنة دي الحمد لله ربنا كرمنا بخدمة أكتر من 25 مليون مصري عبر أكتر من 3000 قرية مصرية في 27 محافظة في قضية الأمن الغذائي. وإحنا نفذنا ده بخطة منضبطة علمياً ومتسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً للهدف الثاني وهو هدف القضاء على الجوع. والخطة بتاعتنا مبنية على 3 محاور. المحور الأول هو محور تأمين الغذاء، وخدمنا فيه حوالي 24 مليون مواطن بأكثر من 60,000 طن من المواد الغذائية. المحور ده بيركز على التكامل مع أنظمة الدولة القائمة بالفعل للحماية الاجتماعية مثل أنظمة التموين، دعم الخبز والتحويلات النقدية، ونسعى فيه بشكل شبه حصري إلى خدمة الأسر الغير قادرة على العمل أو الذي يصعب عليهم العمل، مثال السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، كبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة كبيرة في العمل. وما يعنينا في هذا المحور مش مجرد إشباع للأسرة، لكن احنا بنحاول نقدم حصة غذائية متوازنة وآمنة وتستجيب لتفضيلات الطعام الفريدة لدى المصريين. غذاء يعني لو هتكلم يعني ببساطة شوية، يقدر يطمن الأم على أولادها، ويقدر يديها مساحة في عقلها أنها تفكر أحسن في صحتها وفي تعليمها وفي صحة أولادها وتعليمهم. وثانياً محور الوقاية. محور الوقاية احنا خدمنا فيه أكثر من 37,000 طفل عبر أكثر من 10 محافظات، وبنتدخل في المحور ده عبر 3 نقاط رئيسية للتدخل. النقطة الأولى، احنا بنتدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل سنتين من العمر، ودي نافذة التدخل يعني اللي بيطلق عليها النافذة الذهبية للتدخل للقضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية. وبنحرص هنا ان الام يكون عندها الغذاء والوعي الكافي لمرحله دقيقه جدا من عمرها ومن عمر الجنين، مرحله يمكن بيتحدد فيها بشكل كبير مسار هذا الطفل وطموحاته وخياراته في المستقبل قبل حتى ما يجي الدنيا. وبعد كده بنكمل لمرحله الحضانات الاهليه التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، ووصولا الى التعليم الرسمي الابتدائي والاعدادي بوجبه غذائيه ساخنه يوميا معده خصيصا لكل فئه عمريه. الوجبة دي بتوفر للطفل على الأقل 30% من احتياجاته الغذائية اليومية، سواء من سعرات أو من مغذيات كلية وجزئية مصممة بدقة لتحسين مستويات النشاط البدني والتحصيل الدراسي، وضمان إن شاء الله جيل صحيح بدنياً وذهنياً لبلدنا. والآن بعد إذن سيادتكم يا فندم، ننتقل إلى بث مباشر من أحد المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري، وهو مخصص لخدمة مدرسة دمرداش للتعليم الأساسي بالشراكة مع وزارة التعليم التربية والتعليم، إلى جانب التغذية اليومية لأكثر من 800 طفل في الحضانات الأهلية لمنطقة الأسمرات بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. السلام عليكم يا محمود، تفضل. شكرا أستاذ محسن. صباح الخير سيادة الرئيس. أنا محمود صلاح، مدير المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري. المطبخ ده تحديدا بيخدم مدرسة دمرداش وأكثر من 800 طفل في حضانات حي الأسمرات يوميا. بيشتغل فيه 14 طهية.
احنا بنحرص على ان الوجبات تكون مناسبة لسن كل مجموعة من الاطفال ومناسبة لنشاطهم وتحصيلهم الدراسي. عشان كده وجباتنا بتتكون من العناصر الغذائية المهمة للاطفال. احنا بنراعي طبيعة الوجبة لكل فئة عمرية من حيث المكونات والجرامات، وده بيساعد الاطفال ان هم يحصلوا على الغذاء المتوازن لاحتياجاتهم العمرية اللي هي من سن 3 سنوات لحد 12 سنة سعادتك، يعني من الحضانات الى التعليم الاساسي. شكرا يا محمود، كتر خيرك. وثالثا محور التمكين سيادة الرئيس، وساعدنا فيه بالفعل أكثر من 71 ألف مزارعة ومزارع مصري عبر أكثر من 71 ألف فدان من أرض مصر الطيبة. المحور ده احنا بنقتبس فيه آلية من آليات القطاع الخاص التي تعتبر من الأعيرة الذهبية للمسؤولية المجتمعية، وهي آلية العمل الشمولي أو Inclusive Business. فهذه الآلية احنا بنحاول ان احنا ندمج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد للكيانات الخيرية، وده بيقدر يخلينا نديهم بديل كويس جداً عن المساعدات المباشرة. كمثال احنا في بنك الطعام قمنا يعني حطينا KPI يعني صارم للغاية، ان احنا على مدار 3 سنين هنكون حولنا اكتر من 80% من مشترياتنا مباشرة من صغار المزارعين والموردين، وده طبعا بيخلينا نقدر نضمن للناس سوق عادل وسوق مستقر وسوق متوقع، وفي نفس الوقت احنا بنقدر نشتري ارخص، فبنقدر ان احنا نخدم ناس اكتر لما نوفر بهذه الطريقه. واخيرا كما نركز على تكثيف حجم العمل، فاننا نطور ايضا من انظمه الرقابه الداخليه وتطوير كيفيه العمل. وفي معامل المجتمع المدني أطلقنا ميثاق شرف خدمة الإنسان ووثيقة حقوق المستحق المصاحبة له، ويعد هذا الميثاق بمثابة دستور للعمل بين بنك الطعام المصري والجمعيات الشريكة، واليوم نعمم هذا الميثاق عبر التحالف لنحدد بدقة كيف نعمل وليس فقط ماذا نفعل. ويقوم ميثاق شرف خدمة الإنسان على 5 ركائز أساسية. أولاً، أن يتم تحديد الفئات المستحقة حسب معايير علمية دقيقة دون أي تدخل لأي مشاعر أو معارف شخصية، فتكون البيانات المدققة هي المحدد الوحيد للاستحقاق. وثانياً، أن نكافح الوصم الاجتماعي لتظل الأولوية الأولى هي احترام كرامة الإنسان، فنعامل المستحقين تماماً كما نعامل أقاربنا وكما نحب أن نعامل. ثالثاً، أن نلتزم بمعايير التنمية الاحترافية، وهي أولاً تقديم الخدمات والبرامج حصرياً وبقدر الإمكان استناداً على الأدلة العلمية، وثانياً ضمان للمستفيدين من الخدمة المجانية كافة الحقوق التي تكون لأي عميل لأي خدمة في أي قطاع، ورابعاً أن نتجرد من كافة أشكال التمييز قاصدين هدف واحد هو خدمة أي إنسان مستحق على أرض الوطن، وخامساً وأخيراً أن نلتزم في كل أعمالنا بالنهج التنموي القائم على ضمان حقوق الإنسان، والذي ينص صراحة على أن المستفيدين هم أصحاب حقوق، والعاملين بالقطاع هم مكلفين بواجبات لتلبية تلك الحقوق. وختاماً سيادة الرئيس، ماذا بعد؟ سنكثف العمل على كافة المحاور، وهدفنا أن نصل إلى 1.5 مليون مواطن بشكل شهري منتظم لضمان الحماية الاجتماعية، و25 مليون مواطن بشكل موسمي هذا العام إن شاء الله. وهدفنا أيضاً أن نعمل على تحسين كفاءة الخدمات، كما نعمل على حجم الخدمات، وسنطلق إن شاء الله العام الحالي من مختبر أبحاث بنك الطعام المصري نتائج أول دراسة بحثية منضبطة قمنا بها مع واحدة من أكثر الجهات مصداقية في العالم في مجال أبحاث الغذاء، لنحدد بالضبط فيها التكلفة المثلى بلا زيادة ولا نقصان التي توفر الأمن الغذائي للمستحقين. وسنعمل أيضاً على تطوير أكثر لرقمنة نظم الحوكمة، وتحديداً في مجالات الشفافية، إثبات الاستحقاق، وإثبات استلام الخدمات، بدون التأثير تماماً على سرعة أو حجم تسليم الخدمات. وأخيراً احنا بنحلم يا رئيس ان احنا يكون لنا دور كبير في حلم يعني كبير قوي شخصي عندي وعند القطاع كله، ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي لبلدنا من القمح.
وهنحاول ان شاء الله نسعى في الهدف ده على قد ما نقدر، وهو هدف كبير جدا. بس انا باكد لحضرتك يا ريس ولكل المصريين ان انا على مدار حياتي في القطاع ده، المجتمع المصري كل ما بيجي عليه اي نوع من انواع الضغط، الخير اللي جواه بيزيد، سواء من الافراد او سواء من الشركات. وانا هقول هنا بكل صراحه شديده، يعني الطبيعي حتى في اي ادبيات للقطاع الخاص في اي حاجه في الدنيا، ان الموازنات المسؤوليه الاجتماعيه بيقولوا عليها موازنات متطايره، فهم اول حاجه لما بيتزنقوا بيقوموا قصينها. بس اللي بيحصل في البلد دي العكس تماما، ان كل ما بيحصل اي ضغط على الافراد او على القطاع الخاص، الخير اللي جواهم بيزيد سنه ورا سنه. ودي حاجه فريده جدا في مصر، جزاكم الله خيرا جميعا. بكرر شكري واعتزازي لدعم سيادتكم المتصل ودعم كل إنسان على أرض مصر لقضايا المجتمع المدني. وأختم حديثي يعني إن كان الأقربون أولى بالمعروف، فجامعات مصر يا ريس هتفضل دايما هي الأقرب لكل إنسان على أرض مصر مهما كان بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.